الكابتن نقول ألف مبروك توقيعك للعقد لنادي الهلال مقابل 4 سنوات. ما وقعت انا، جبتها من عندك المعلومه، ما وقعت لسه. ما وقعت نهائيا؟ لسه ما وقعت، بس اما قريب يعني في اتفاق نهائي؟ اما قريب يتضح كل شيء يعني بكره وبعد بكره يتضح كل شيء، وان شاء الله انا ما زلت لاعب اتفاقي واخذ من النادي الاتفاق لاخر يوم في عقد. الهلال وقعت لا متفق معاه معطيه الاوكي؟ والله شوف كل شيء الامور هذه عند وكيل اعمالي، تقدر تسال وكيل اعمالي اذا عنده الامور هذه كلها، ولكن انا ما زلت لاعب اتفاقي لاخر يوم في عقدي. اثروا عليك لاعيبه الاتحاد بسبب المشاكل داخل النادي يقولوا لك لا تجي الاتحاد؟ لا ما حد قال لي الاتحاد، ولا صار بيني وبين اي احد اي لاعب اتصال ولا شيء. من لاعبي الاتحاد؟ بالعكس ما حد دق علي ولا دقت على احد. متى ننتظر الخبر كابتن؟ اما قريب يعني ممكن بكره ان شاء الله اقدر اشوف وكيل اعمالي وعنده الاوكي. انت وين تبغى؟ انا ما زلت لاعب اتفاقي. القادم؟ والله القادم يبي له دراسه، واحاول ادرس انا وكيل اعمالي واشوف الافضل فنيا، وطبعا الوضع المادي شيء مهم بالنسبه لي، فاتمنى ان شاء الله اشوف العرض المناسب لي ان شاء الله واللي اطمح له ان شاء الله. 16 مليون مش صحيحه لنادي الهلال؟ والله ما ادري، عند وكيل اعمالي بكره اشوف ان شاء الله. انت وين تبغى؟ انت وين تبغى؟ انا ما ادري، اشوف العرض الافضل يعني في عروض من وكيل اعمالي واشوف الافضل انا ادرسها، وعما قريب يمكن بكره وبعد بكره هو يتضح كل